بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة وتابعي جديد نعيش معاه، وعمالين نتنقل من تابعين لتابعين. وخلي بالكم من حاجة عجيبة قوي، طول ما احنا بنتنقل من تابع لتابع لتابعي تلاقي وجهات نظر مختلفة، وكلهم ناس عظام، ودي حاجة جميلة قوي، وحاجة تديك إحساس إن المسلمين دول ناس وعقول منفتحة قوي، وفي آراء مختلفة ومتعارضة جدا، ومع ذلك كله قمم وكله عظيم وكله إن شاء الله مرضي عنه، وكله بيجتهد للخير وللصح. قبل ما أبدأ في شخصية النهاردة، أنا عايز أقول معنى مهم قوي: كن متوازنا في أحكامك على الناس. يعني بلاش يا جماعة، بلاش حكاية وجهة نظر واحدة هو كده وغيره غلط. مفيش في الدنيا كده، دي مش طريقة حكم صح على الأشياء، واوعى تتعامل مع الناس بالطريقة دي. يعني خليك متوازن، خليك منصف، له عليه، له مساوئ وله مميزات، له عيوب بس له حسنات، لا يعجبني في كذا لكن يعجبني في كذا. تعرف تكون منصف؟ يعني الإنسان حاجات كتيرة جدا، فكر وعقيدة وتعاملات، ممكن ما يعجبكش في فكره لكن يعجبك في تعاملاته، ممكن ما يعجبكش في عقيدته لكن يعجبك في سلوكياته. اوزن اوزن واحكم على الناس بمساوئها وبأفضلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، وانا مصر ان انا ابدأ الحلقة دي بنموذج نووي عشان محدش يختلف معايا في الحلقة ان ده فعل النبي. وايه ابو العاص بن الربيع يبقى جوز بنت النبي اللي هي السيدة زينب بنت محمد، وانا حكيت قصته السنة اللي فاتت في رحلة للسعادة، ابو العاص بن الربيع. لكن هفكر بكلمة واحدة منه بس: ابو العاص لا يؤمن برسالة النبي رغم انه جوز بنته، وكافر فكرا وعقيدة ضد النبي، لكن زوج مثالي بيعامل السيدة زينب احسن معاملة. شوف النبي المنصف ما خدوش كده كله على بعضه وقال وحش، ام قايل ايه؟ هو يكفر بالله لكننا ما ذممناه صهرا. يعني ايه؟ هو كصهر ممتاز. انصف النبي صلى الله عليه وسلم، احسن خلق في الدنيا الانصاف. هل انت متوازن في احكامك على الناس، ولا كرهت ده هو على بعضه وحش، ولا حبيت ده ما فيهوش عيوب؟ يا جماعة في كفتين ميزان، الناس كلها لازم تتوزن كده. اوزن الناس يا اخي بمساوئها وبأفضلها. وكلمة ميزان معناها ان في كفتين. تخيل لو انت الناس بيتحطوا عندك، يعني تخيل لو ميزان ما فيهوش كفتين، ده يبقى اسمه ميزان؟ هو يعني ايه اصلا كلمة ميزان؟ يعني كفتين. وصل المعنى. ممكن تتعامل كده مع مراتك، والنبي قال كده، يقول على الراجل عشان يحببه في مراته ايه؟ يقول له اذا كره منها خلقا رضي منها الاخر. يعني لو فيها حاجات وحشة ما تقعدش تقول دي وحشة 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 لغاية ما تطلقها، لكن طب فيها ايه حلو؟ اذا كره منها خلقا رضي منها الاخر. قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اولادك، مع ابوك وامك، مع جيرانك، مع اصحابك، مع مديرك، مع الحاكم بتاعك. هل انت تستطيع ان تتوازن بهذه الطريقة؟ التابع اللي هنتكلم عليه النهاردة هو احسن حد تتعلم عليه موضوع التوازن، لان انت ممكن تشوفه من زاوية تقول ايه ده؟ ايه الدماء دي؟ ايه اللي عمله ده؟ ايه الفظائع دي؟ وممكن تشوفه من زاوية تانية تقول يا سلام على الانجازات العظيمة، هو في اعظم من كده؟ هو اصل خلي بالكم يا جماعة، كمان انت ليه لازم تكون متوازن؟ لان النفس البشرية بتاعت حضرتك وبتاعتي وبتاعته وبتاعت التابعين وبتاعت البشر كلهم مش حتة واحدة، مش ابيض واسود، دي فيها تضاريس وفيها هضاب وفيها ابيار وفيها مرتفعات وفيها سهول وفيها احجار. النفس البشرية كده، فانت ازاي تحكم عليها حتة واحدة؟ ده انت نفسك مش حتة واحدة. مين التابعي بتاع النهاردة اللي هنطبق عليه الفكرة دي بتاعت كن متوازنا وننفذها عليه ونتعلمها فيه؟ هو عبد الملك بن مروان، امير المؤمنين، الخليفة الخامس في الامويين، في الخلفاء الامويين، معاوية بن ابي سفيان، يزيد بن معاوية، معاوية بن معاوية، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان. يعني هو خامس واحد في الخلفاء الامويين، وقبليه الخلفاء الراشدين الاربعة، يعني يعتبر تاسع واحد
في كل الخلفاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم 50 سنة، 50 سنة، ويعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية ولاستقرار الأمة الإسلامية، لأن بسببه حصل استقرار لسنين طويلة. راجل مستهل. أنا كنت بديت أحكي حكايته إمتى؟ في كذا حلقة قبل كده. يعني اسم عبد الملك بن مروان أنا مش أول مرة هقوله النهاردة، لأنه راجل أثر في تاريخ المسلمين وأثر في تاريخ الدولة الأموية. بس أنا الحلقات اللي فاتت كلها ذكرته من زاوية، من زاوية أصحاب وجهة النظر الأخرى. لكن النهاردة هنعمل إيه بقى؟ هنحط الكاميرات من زاوية تانية ونشوفه من زاوية تانية عشان نتعلم فيه كن متوازنا في نظرتك وفي حكمك على الناس والأشياء. طب هو أنا كنت ذكرته إيه قبل كده؟ نرجع للحلقات، نرجع كده بفلاش باك. ذكرته في حلقة عبد الله بن الزبير، أولاد الزبير. عبد الله بن الزبير ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما اتولد كبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كبر في أذنه، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بيه يوم ما اتولد، ابن الزبير بن العوام وابن أسماء بنت أبي بكر. عبد الله بن الزبير الجليل العظيم في تاريخ المسلمين، أمه أسماء، تخيل ده وأنا عامل إزاي. عبد الله بن الزبير اللي أصدر القرار بقتله عبد الملك بن مروان اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. لا ده مش كده وبس. فاكرين الحجاج؟ طبعا انتوا شايفين طول الحلقات اللي عم اقول لكم والحجاج عمل كذا، والحجاج قتل فلان، والحجاج هو اللي ضرب الكعبة بالمنجنيق. هو اصلا مين اللي عين الحجاج؟ مين اللي طلع الحجاج للأمة الإسلامية؟ عبد الملك بن مروان. وبالتالي ومين اللي اداله الامر اطلع على مكة وحارب عبد الله بن الزبير في مكة؟ عبد الملك بن مروان اللي احنا بنحكي عنه النهاردة. دي الزاوية اللي انا وريتها لكم واحنا بنحكي على عبد الله بن الزبير. طب والحجاج عمل ايه؟ ضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير في الكعبة. يا نهار ابيض، امتى؟ في موسم الحج. طب والامر جاي منين؟ من عبد الملك بن مروان. اظن الصورة كده قاتمة، مش كده؟ يعني صعب بعد الصورة دي انك تقول لي ازاي، يعني في ايه ده؟ في دماء في ايده، ويعني فين بقى؟ فين الانجازات؟ مفيش حتة تانية احط فيها الكاميرا عشان اشوفه كويس. لا تعالى نحكي الحكاية من الاول وبعدين نشوف حكاية الكاميرا دي هنحطها فين. ايه الحكاية من الاول؟ هو اتولد سنة 26 هجرية. في على فكرة امه عائشة بنت معاوية، وعمه مش عمه لازم، عمه الأكبر سيدنا عثمان بن عفان. وهو اتولد في المدينة، وأبوه مروان بن الحكم الخليفة اللي قبله على طول. وهو على فكرة عاش أول 20 سنة من العمره في المدينة قبل ما يتنقل ويعيش مع أبوه في الشام. فهو من مواليد المدينة وعاش في المدينة. وإليك المفاجأة الأولى، كان من العباد العلماء، كان من العباد العلماء. نشأ في المدينة، حفظ القرآن كله، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله، اشتهر بالعلم، عالم، لدرجة ان عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بيقولوا لما تموت مين يفتينا من بعدك؟ نروح لمين نسأله؟ قال ان لمروان ابنا فقيها، مروان بن الحكم يقصد ابنا اللي هو مين؟ عبد الملك بن مروان. ان لمروان ابنا فقيها فاسألوه. ياه، لا ده أحد التابعين اسمه الأعمش، رجل من التابعين التقال، قال علماء المدينة 4، دول العلماء اللي موجودين في المدينة، عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ومين الرابع؟ وعبد الملك بن مروان. يا نهار أبيض، عبد الملك بن مروان جنب الثلاثة التقال دول؟ تخيل. فهو عالم، لا مش قليل، لا ومش عالم وبس، هو عابد. بيقول لك كان لا يغادر المسجد، حتى سمي حمامة المسجد، لدرجة ان كانوا يقولوا عنه ما رأينا احد يقرأ القرآن كعبد الملك بن مروان في الخشوع والإحساس وفهم المعاني. فهو أقرأ، يقول لك كان أقرأ الناس للقرآن بالمدينة. عالم، عابد، لا وفي صفة ثالثة من صغره، ايه هو؟ تشوفه تقول ده هيكون له شأن كبير. العرب كان عندهم حاجة اسمها الفراسة، يعني يبص في وش بني آدم يقولك ده هيطلع كذا، يبص في وش بني آدم يقولك ده هيطلع كذا. أبو هريرة لما شاف
عبد الملك بن مروان وهو غلام، غلام يعني 12 سنة ولا 11 سنة، بص فيه وقام قايل إيه؟ هذا سيملك العرب. تخيلوا، قال لهم الولد ده هيملك العرب، وحصل. لا ده في حاجة تانية كمان غير كده، عمر عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ده بقى مش بتكلم على حد، ده ابن عمر بن الخطاب صحابي جليل، لما شاف عبد الملك بن مروان قال ولد الناس أطفالا وهذا ولد أبا، يعني ده مولود كبير من وهو صغير، من وهو صغير الراجل، يعني ولد الناس أبناء وهذا ولد أبا، ده أب. متخيل بقى كده بدأت تحس بالشخصية، عابد، عالم، مؤهل للقيادة. في يوم من الأيام كان جالس أربعة أصحاب في ظل الكعبة في رمضان، عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير، عروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. وفي ليلة من ليالي رمضان الجميلة كل واحد فيهم قال تعالوا نحلم حلم. فمصعب بن فعبد الله بن الزبير تمنى أن يحكم الحجاز، فحصل. ومصعب بن ابن الزبير تمنى أن يحكم العراق، فحصل. وعروة بن الزبير تمنى أن يكون أعلم أهل الأرض، فحصل. فعبد الملك بن مروان سكت كده وقال أما أنا فأتمنى أن أحكم بلاد المسلمين. هو طموحاته كده. هتقول لي طيب ماشي، عالم، عابد، ده وهو صغير، وبعدين يمكن ضل، ولما بقى خليفة قتل الناس، وبعدين ده ايه، ده صاحبه عبد الله بن الزبير اللي هو قتله، يعني هو كانوا قاعدين في ظل الكعبة أربعة أصحاب، عبد الله بن الزبير صديقه، صديق عمره، قتله في الكعبة. هتقول لي تعالى نكون متوازنا وشوفه من الناحية التانية، وبعدين مصعب بن الزبير أخو عبد الله هو كمان اللي قتله. يا عم فين بقى كن متوازنا وما هي باينة اهي. لا مش تسمع للآخر، انت ازاي تكون متوازن وانت شايفه من ناحية واحدة؟ حصلت حادثة في حياة هذا الشاب خلته له اختيارات في الحياة يمكن تكون مختلفة عن ناس كتير. هو كان في المدينة ساعة مقتل سيدنا عثمان بن عفان، المعترضين على عثمان بن عفان والمعتدين والمتشددين والهائجين تجمعوا من كذا ولاية من ولايات المسلمين وحصروا المدينة يريدون قتل عثمان. طب هما الصحابة شوية، ده الصحابة يخشوا يقطعوهم ويخلصوا على الفتنة دي كلها، بس الحرب فيها دم وحيموت فيها ناس كتير طبعا يعني، بس الصحابة يقدروا، طبعا يقدروا، يا ما شافوا أكتر من كده بكتير. طب ما يلا يعملوا كده. وسيدنا علي بن أبي طالب أسد وجاهز، مين اللي رفض؟ عثمان بن عفان. قال لا والله لا أكون سبب في أول دم يراق في الإسلام أبدا، يقتلوني، لكن يراق دم سيدنا عثمان رفيق، سيدنا عثمان مش عايز دم، مش موافق أن يبقى فيه دم، فهو بيحب الرفق. مين بيتفرج على المشهد ده؟ عبد الملك بن مروان. عنده كم سنة؟ عنده عشرينات. طب إيه؟ طلع بإيه؟ اتقتل في الآخر سيدنا عثمان، واللي طلبه تحقق، ما أرقش دم، بس الفتنة امتدت سنوات وسنوات. فطلع برأي، مش شرط ان انا عمري خالد دلوقتي موافق على الرأي ده، بس انا بوريكم الصورة من كل جوانبها. طلع برأي ان الرفق مع المعتدين والخارجين بلا سبب رفق في غير محله، وان هو ادى الى قتل عثمان واستمرار الفتنة ولم تؤد الفتنة، وان الحل كان الحزم الشديد ولو حتى ادى لدماء. هو طلع بالدرس ده من قصة عثمان بن عفان، ودارت ليام ومات سيدنا عثمان بن عفان، وحصلت الفتنة بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، واستمرت خمس سنين ودارت بينهم حرب، ومات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفضل وجه معاوية بن أبي سفيان، وبعدين مات معاوية بن أبي سفيان، وحصلت المشكلة بين ابنه يزيد بن معاوية وبين سيدنا الحسين، وقتل الحسين، ثم مات يزيد بن معاوية بعد أربع سنين فقط، وجه معاوية بن معاوية ابن يزيد وتنازل عن الخلافة، ففضل مركز الخلافة فاضي، مين هيبقى الخليفة؟ مش لاقيين حد يبقى الخليفة. طب وبعدين؟
وفضلت أول مرة في تاريخ المسلمين بلا خليفة. فطلع عبد الله بن الزبير وقال أنا خليفة المسلمين سنة كام؟ سنة 63 هجرية، أنا الخليفة. طب بس أهل الشام وبقت مصر معاه والعراق معاه والحجاز معاه، بس الشام لسه بتدور على حد من بني أمية يطلع. فطلع مين؟ مروان بن الحكم أبو عبد الملك بن مروان، قال لا أنا الخليفة. فتنازع الاثنين، عبد الله بن الزبير معاه مصر والحجاز والعراق، ومروان بن الحكم معاه الشام، وبقى في اثنين خليفة لأول مرة في تاريخ المسلمين. بعد 6 أشهر فتنة، بعد 6 أشهر مات مين؟ مات مروان بن الحكم. فجه مين؟ ابنه عبد الملك بن مروان قدام صديقه عبد الله بن الزبير، وفتنة وبلاد المسلمين مقسومة نصين. تعالوا بقى بعد من اللي قلتولكوا كلها كل المقدمة دي، تعالوا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل حاطين الكاميرات بعد ما شفنا عبد الملك بن مروان ظالم وإيده فيها دماء، نشوف وجهة نظره إيه، معاه حق ولا لأ. تعالوا نطلع فاصل ونسمع عبد الملك بن مروان بيقول لنا وجهة نظره إيه، عين الحجاج ليه، قاتل عبد الله بن الزبير ليه، هل معاه شوية حق، هل معاه حجة حتى يقف بيها قدام ربنا يوم القيامة. تعالوا نطلع فاصل ونوزن باللي ليه واللي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نكمل مع شخصية عبد الملك بن مروان الخليفة الخامس في الدولة الأموية والمؤسس الثاني للدولة الأموية كلها. حكم من سنة 26 هجرية ل 86 هجرية، تخيل 50 سنة بيحكم. تعالوا كده نستعرض أعماله بسرعة عشان نعرف نشوفه كويس. طيب هو أول ما تعين، أما عين الحجاج ابن يوسف الثقفي العنيف اللي مشهور بإراقة الدماء، كلكم بتسمعوا اسم الحجاج، عينه قائد عام لجيوشه، يعني اللي جلب الحجاج هو عبد الملك بن مروان. ادي اول حاجة. تاني حاجة، اما طلع جيش من الشام على العراق، العراق فيها مين؟ فيها صديق عمره مصعب ابن الزبير، هو الحاكم بتاع والي العراق. اما طلع جيش هو القائد بتاعه وحارب مصعب بن الزبير وقتل مصعب بن الزبير وخد منه العراق، وبالتالي بقى هو معاه الشام والعراق، وعبد الله بن الزبير معاه مصر والحجاز، وبعدين قام رايح واخد مصر، عمال بيوحد في الخلافة وبيضيق على عبد الله بن الزبير. وبعدين قام باعت الحجاج بن يوسف الثقفي قال له تحاصر مكة، قام الحجاج رايح عشان يتخلص من عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير بقاله 9 سنين خليفة، وقام رايح حاطط المنجنيق على جبل أبي قبيس فوق الكعبة، ضرب الكعبة بالمنجنيق، حاصر عبد الله بن الزبير، قتل عبد الله بن الزبير، خد الحجاز من عبد الله بن الزبير، وحد الخلافة كلها تحت قيادته هو، والأول مرة بعد مدة يستقر الأمر يبقى فيه خليفة واحد للمسلمين، وانتهت الحرب لو حبيتوا تسموها الحرب الأهلية جوه الدولة الإسلامية، واستقر الأمر لمدة 40 سنة. كان قبليه كل خليفة يجي 2 سنة 6 أشهر 2.5 سنة لغاية 4 سنين بالكتير من ساعة معاوية لغايته، من ساعة هو 50 سنة، وكل الخلفاء اللي بعده ولاده أو جوز بنته، لأن عمر بن عبد العزيز جوز بنته، خلي بالك هو بنته متجوزة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز اسمه ابن عمر بن عبد العزيز اسمه ايه؟ عبد الملك على اسمه. يعني عمل الحاجات دي الحاجات الصعبة، بس عمل حاجات تانية كمان. تعالوا نكمل، عمل ايه؟ هو اللي بنى قبة الصخرة، قبة الصخرة. وخلي بالك الى اليوم اليهود يقولوا وبيقولوا كده في كتبهم، يعني مؤرخي اليهود يقولوا لولا عبد الملك بن مروان اللي بنى قبة الصخرة صعب علينا تمسك المسلمين بالمسجد الأقصى بسبب القبة المعمارية الضخمة العظيمة اللي كانت لولا التعصب الأعمى كانت تبقى أحد عجائب الدنيا السبع اللي عملها فوق صخرة المعراج عبد الملك بن مروان. فحتى يعني اليهود يشهدوا له إنه هو اللي صعب عليهم المشكلة، هو اللي حطت، وهو اللي بنى المسجد الأموي. لا، وهو اللي في عهده لما استقرت الدولة ووحدها دولة المسلمين
كان قبل ما تستقر أثناء المشكلة بين عبد الله بن الزبير وبينه بدأ الروم يطمعوا في المسلمين وبدأوا يهاجموا بلاد المسلمين. فلما استقرت الدولة الحجاج اللي هو قائد الجيوش بتاعته بقى بيرسل الجيوش لفتح البلاد، فاتسعت دولة الإسلام واتسعت الفتوحات ورجع بناء الجيش ورجع الجهاد وحفز الناس على الجهاد في سبيل الله. يا عم انت لخبطتنا، عبد الملك بن مروان ده ولا ده، هو هنا ولا هنا، هو الاثنين. والحجاج بقى قائد الجيوش اللي عماله ترسل للفتح، وعمل جبهه للفتح الاسلامي، جبهه شماليه وجبهه شرقيه وجبهه غربيه، فحصل اتساع في الدوله الاسلاميه رهيب، وسكت الرومان من ساعتها. فهو اللي انهى احلام الرومان ان يستعيدوا الامبراطوريه الرومانيه من المسلمين. يا نهار ابيض، ده عبد الملك بن مروان. طب بس خلي بالك، قتل سعيد بن الجبير، فاكرين حلقه سعيد بن الجبير والحجاج اللي قتله؟ صحيح، بس بامر منه قتل سعيد بن الجبير، عالم المسلمين اللي بنستفيد بعلمه لغايه النهارده. انا عمال احط لك يمين وشمال. وعزل اخوه من الخلافه عبد العزيز بن مروان اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز، رغم ان دي كانت وصيه ابو عبد الملك مروان، فعزل اخوه وعين ابنه وريث للحكم عبد الملك بن مروان. بس خلي بالك في حاجه تانية، هو اول واحد يصدر عمله اسلاميه. قبليه كانت العملات دنانير، يا اما بيزنطيه رومانيه يا اما فارسيه. اول واحد يحرر الاقتصاد الاسلامي ويقوم عامل عمله تخص المسلمين، وكتب عليها باللغه العربيه وصك عليها باسم الله. وهو اول واحد يعرب الدواوين، كانت الدواوين وسجلات الدوله كلها باللغه الفارسيه او الرومانيه، لان الدواوين دي فكره فارسيه. هو اول واحد قال لا تبقى باللغه العربيه، فشغل عماله مسلمه ضخمه جدا. انت عمال تشوف عبد الملك بن مروان، عمال اجيبه لك من هنا وعمال اجيبه لك من هنا واوريه لك من قدام واوريه لك. خلي بالك، وهو بعد ما هدمت الكعبه بسبب ضرب الكعبه بالمنجنيق، هو اللي اعاد بنائها بشكل لم يكن موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكساها كسوه جديده الى الان. هو ايه؟ هو له عليه، هو ما ينفعش تشوفه من زاويه واحده، هو لازم تشوفه من زاويتين. على فكره ابن خلدون، وابن خلدون مش شخص عادي، ابن خلدون ده يعني اعظم من كتب واول من كتب في علم الاجتماع، له كلمه رهيبه جدا ابن خلدون. يقول لك ايه؟ يقول لك هو من اعظم خلفاء المسلمين والعرب عبر التاريخ، فلولاه لزالت الخلافه الاسلاميه الى الابد بسبب الصراع. انت ايه شايفه ايه بقى؟ ممكن بقى دلوقتي ممكن تبدا تحكم؟ خلي بالك احنا بنعمل مثال محلول على عبد الملك بن مروان، ممكن تتعامل مع بقيه الناس كده؟ مراتك حاجه سهله قوي، ما ينفعش تشوف في كل حاجه وحشه، وانت كمان ما ينفعش تشوفي كل حاجه في جوزك وحشه. اذا كره منها خلق رضي منها اخر. ازاي يكون كلمه ميزان وما فيهوش كفتين؟ يعني ميزان بكفه واحده ما بيبقاش اسمه ميزان. الناس كلها لازم تتحط في الميزان، انا وانت وهي وهو والحاكم بتاعنا والوزير والغفير والشيخ يعني والمتدينين. ويقول لك اصل المتدينين وحشين، اصل المحجبات بيعملوا غلط. ايه الكلام المفتقد الى الساذج ده، المفتقد للشكل العملي ده؟ المتدينين يضحكوا عليك، في ناس بتقول لك كده. ده والعكس، يقول لك طالما مش مسلم يبقى كله على بعضه وحش. مفيش كده، تعرف توزن. عبد الملك بن مروان تيجي نسأله، يعني تيجي نحطه كده قدامنا ونتخيل ان احنا بنسأله، يا عبد الملك بن مروان انت قتلت عبد الله بن الزبير؟ قتلته؟ قدرت تعمل كده، تحاصر الكعبة وتقتله؟ تيجي نحط الكاميرا من زاويته بقى. احنا في حلقة عبد الله بن الزبير قلنا له انت عملت كده وعبد الله بن الزبير عظيم، صح؟ طب تيجي النهارده نحطها من عنده، ازاي تعمل كده يا عبد الملك بن مروان؟ اقول لك هيرد يقول ايه عبد الملك بن مروان؟ انا لولايا، ده هو اللي بيقول، ومش معنى كده ان انا بقول كلامه، احنا بنتعلم طريقه. انا لولايا تمزقت بلاد المسلمين الى الابد. انا اتعلمت من درس عثمان بن عفان ان الرفق ما ينفعش دايما، ولقيت ان الحل الحزم الشديد، وإذا كان عثمان أرفق المسلمين بالمسلمين فأنا أحزم المسلمين بالمسلمين. تخيل، إيه رأيك؟ تعرف ترد على دي؟
لا ده ممكن يرد عليك كمان رد تاني، انتوا زعلانين مني ان انا قتلت ابن الزبير وضربت الكعبة بالمنجنيق وعملت كده، ليه ما ذكرتوليش ان انا السبب في فتح الاندلس؟ ايه ده، هو انت السبب في فتح الاندلس؟ ايوه انا، انا اللي اديت الامر بفتح الاندلس. تخيلوا لو ما كانتش الاندلس معاكو، ها تخيلوا لو ما كانش وصل الاسلام لاوروبا، انا السبب في وصول الاسلام لاوروبا، وبالتالي نهضة اوروبا لما وصل الاسلام لاوروبا بسببي، وبالتالي حضارة العالم الحالية انا ليا سبب فيها. ايوه يا عبد الملك ابن مروان، بس ده لا يعني عشان تقولي فتحت الاندلس انك تقتل الناس في الكعبة. هيرد علينا ويقول لنا ما انا لو ما كنتش حزمت ووحدت الصف بالعافية ما كانتش فتحت الاندلس وكان زماننا عايشين صراع الى الان. انتوا بتلوموني ان انا اوقفت الحرب الاهلية بالحزم، طب لو كنت سبتها كانت النتيجة ايه؟ لا يا عبد الملك، بس انت ضربت الكعبة، انت عملت شيء مؤذي للمسلمين الى اليوم، بس انا بنيت قبة الصخرة، ليه بتلوموني على دي وما بتشكرونيش على دي؟ وقبة الصخرة هي اللي مخلياكوا يا مسلمين محتفظين بالمسجد الاقصى وكبير في عينيكوا، والا كان اتاخد منكم من زمان. وبعدين هو انا اللي قعدت في الكعبة واحتميت بيها، ولا ابن الزبير اللي احتمى بيها 9 سنين؟ ده انا سكت عليه 9 سنين، هو اللي فضل محتمي هناك، هو اللي غلطان مش انا اللي غلطان. بس انت استعملت الحجاج، والحجاج اسرف في الدماء وكان عنيف، صح، وانا ما كنتش مبسوط ان هو كان عنيف، بس خلي بالكو هو كمان السبب في الفتوحات الاسلامية. انتوا ناسيين ان الاسلام ما امتدش وكانت الرومان هتاكلنا، وكانت الروم هتاكل من ارض المسلمين لولايا، ولولا الحجاج اللي انتوا كتير مفتريين عليه، واللي هو زي ما اسرف في القتل انقذ الاسلام لانه كان مقاتل شرس فانقذ الاسلام من الرومان. وبعدين انتوا ما كنتوش عايزيني اكون حازم بالطريقة دي، كان زمان دلوقتي مصر دولة لوحدها، والعراق دولة لوحدها، والشام دولة لوحدها، والحجاز دولة لوحده، وكان زمان المسلمين متقسمين من زمان لولاية انا اللي وحدتكم سنين طويلة. ايه رأيك؟ انت معاه ولا ضده؟ يعني انت مع مين؟ هتقولي انت لخبطتنا، لا انا ما لخبطتكش، انا بعلمك كن متوازنا، يعني شوف من هنا وشوف من هنا وشوف من هنا وفي الاخر احكم. يعني على فكره انت ممكن تقول لي في الاخر انا مش موافق على كل الكلام ده، انا ضد عبد الملك بن مروان، انت حر، يعني انا مش قريب عبد الملك بن مروان، لكن انا بحاول اتعلم معاك طريقه تعيش بيها في الحياه، كن منصفا وبص على الناس كويس، ومش معنى انك غضبت من واحد انك تشوفه كل وحش. وبعدين خلي بالك هو عمل حاجه تانية جامده جدا، هو ساب حاجتين حيتين الى اليوم، اذا كان ساب فينا جرح بسبب الكعبه واللي عمله، فهو ساب حاجتين حيتين الى النهارده، قبه الصخره والمسجد الاموي. حيين ولا مش حيين؟ يعني اعمال عبد الملك بن مروان حيه الى اليوم، ما ماتتش. وهو خلي بالكم يا جماعه، انا عايزك تتخيل، انا متخيل ان هو هيقول كده، هيقول كده، هيقول ايه؟ هيقول انا عايزكم تتخيلوا لو ال50 سنة بتاعتي كان استمر الصراع فيها، كانت الرومان عملت فينا ايه؟ يمكن ما كنتوش هتلاقوا من الاسلام الا حجم اقل بكتير، انتوا المفروض تشكروني. يا ترى شهادة ابن خلدون تنفع عبد الملك بن مروان؟ اعظم خليفة للمسلمين، ولولاه لذهبت الخلافة الاسلامية الى الابد؟ هل تنفع الكلام دون؟ يعني بس انا ممكن ارد عليه واقول له حاجه تانية برضه، ده جوز بنتك عمر بن عبد العزيز الخليفه العظيم بيقول والله لو جاء الناس بذنوب الدنيا وجئنا نحن بالحجاج فقط لكفانا ذنوبا. وبيقول لجئنا نحن، يعني عمر بن عزيز من بني اميه، اهو جوز بنتك والخليفه اللي جه بعدك بمرتين معترض على عبد على ان انت خليت الحجاج. ترد على دي تقول ايه يا عبد الملك؟ اقول مش انا اللي بقول، يعني هو اللي بيقول زمن عمر غير زماني. هو عمر بن عبد العزيز كان هيجي ويعرف يحكم وينشر نهضة كبيرة وعدل كبير من غير ما الدولة تكون مستقرة؟ ده انا السبب في عمر بن عبد العزيز. ده عمر بن عبد العزيز معرفش يعمل نهضة الا لما انا مهدت له الطريق. وهو انا مهدت له الطريق بقسوة الحجاج. الحجاج كان مسرف وكان عنيف
بس المرحلة كانت محتاجة كده. ولولايا ما كانش استقر الأمر لعمر بن عبد العزيز. زمان عمر غير زماني، ما يحكمش عمر على زماني بزمانه. وجهات نظر مش كده؟ عبد الملك بن مروان 50 سنة حكم، لكن الحقيقة الأول كنا شايفينه من زاوية واحدة، على الأقل دلوقتي لا، ده دل أصدر العملة الإسلامية، أول عملة إسلامية، ده دل عرب الدواوين، وكان زمانها دلوقتي هتفضل بلغات أجنبية، ده دل بنى قبة الصخرة، ده دل وسع المسجد الأموي، ده اللي تسمت السنة اللي هو تولى فيها سنة الوحدة، ده اللي كان السبب في فتوحات إسلامية في الشرق والغرب والجنوب ووقف الدولة البيزنطية. لكن أهم من ده كله، ده اللي ادى الأمر بفتح الأندلس، ولولاها ما كانش موسى بن نصير فتح الأندلس، ده السبب في فتح الأندلس. لكن قتل، لكن ضرب الكعبة بالمنجنيق، لكن ولى الحجاج بن يوسف الثقفي العنيف. ايه رأيك تحكم بايه بقى؟ احكم زي ما انت عايز، ماليش دعوة، مش قضيتي. انا قضيتي حاجة تانية خالص، انا قضيتي انصف الناس في تعاملاتك، اوزن، اوعى اوعى ما تقلدش رسول الله لما قال هو صحيح مش مؤمن على جوز بنته، لكننا ما زممناه صهرا، لكنه صهر ممتاز. يا سلام على انصافك يا رسول الله. عايزين نتعلم الحكاية دي يا جماعة. انا هدخل النهاردة معاكم على عمرو خالد دوت نت، وهندخل على عمرو خالد دوت نت النهاردة في، يعني مش هنقول في معركة، عايزين نقيم الحجاج وعبد الملك بن مروان في حوار مفتوح على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك، وكل واحد يبعت لنا تجربته مع انسان في الحياة حكم عليه بطريقة، وبعدين لما هينصف النهاردة هيرجع يوزنه. بالذات الزوجات يا جماعة، بالذات الازواج يا زوجات، بالذات ولادنا يا اباء، يا اولاد مع ابائكم، اوعى تشوف ابوك تغضب عليه في تصرف فتبقى شايف ابوك وحش. اوزن، اوزنوا يا جماعه، اوزنوا اوزنوا وخليكم منصفين. والله الحلقه دي غاليه عليا قوي، وحلقه تعينك على التعايش، وحلقه تنجحك في الحياه. احلى، لا يمكن انسان ينجح في الحياه وهو بيشوف الامور من زاويه واحده، لازم تشوفها من زاويتين. اوعى تقرا كتاب بيتكلم عن قضيه او حرب او ثوره وتتبنى راي الكتاب من غير ما تقرا كتاب عكسي بيقول وجهه نظر عكسيه. كن منصفا. صدقوني انا فرحان بالحلقه دي جدا، عارفين ليه؟ حاسس ان انا لما اقف يوم القيامه واقابل عبد الملك بن مروان والحجاج اقول لهم انا اتكلمت عليكم في الحلقات كده بس قلت حقكم، وقلت اللي ليكم واللي عليكم، لان هم هيسالوني، ولان انا متخيل ان انا بنقل ليكم شخصيات تقيله في تاريخ الامه. ف على فكره الحجاج وهو بيموت قال كلمه جامده قوي، قال يا رب الناس يقولون انك لن تغفر لي، وانا اظن ان رحمتك وسعت كل شيء. فلما سمعها عمر بن عبد العزيز قال او قال ذلك الحجاج؟ قال كده، قال يا رب بيقولوا ان انت مش هتغفر لي، لكن انا بقول ان رحمتك وسعت كل شيء. فنظر عمر بن عبد العزيز وقال من يدري. يعني كن منصفا. اشكركم جدا جدا جدا، واشوفكم الليله دي على الانترنت، ونعيد تقييم الناس من حوالينا بانصاف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أجدادنا علمونا العلم.